الباطن حاجه برضو. معلش، ما هو دي حاجته، احنا اتفقنا ان دي حاجته، صح كده؟ انا عايز المواطن يخش على شباك التذاكر زي زمان. المواطن بقاله 30 سنه 40 سنه ما دخلش على شباك التذاكر في الدرجه الثالثه. احنا ما بنحصلش، بيركب من نفسه وما بيركب من غير تذكره وغالبا ما بيقطعش. انا النهارده بقول للمواطن، والحمد لله لما احنا بدانا التجربه ورقمنا الكراسي، اول يوم دخل عندنا حوالي 15% من المواطنين دخلوا على شبكه تذاكر. انا كنت سعيد جدا جدا بالرقم ده. 15% فقط بيدخلوا على شباك التذاكر. الحلقه طيب موجوده حضرتك. فقد هنا 85%. ساعتها كان الناس اللي كانت بتنتقد جامد، انا سالته معاك تذكره؟ قال لا ما معيش. وراكب وهو بينتقد وبيقول لك القطر سباق. هو احنا بنقول يعني المواطن المصري ده احنا بنسميه عندنا هنا الباشا، يعني احنا هو يعني احنا يعني تملي. هو ليه انا عملت زبور استفتاء على التذكره، يعني على زياده المترو، يعني اللي بيستاذنه، لان احنا بنعمل حساب للمواطن المصري حقيقه. فحضرتك احنا بنطلب المواطن المصري بنرجوه ان هو يتوجه لشباك التذاكر. بس يعني الاساس دائما انك بتدفع ثمن التذكره عشان تدخل القطر. ده كان من 40 سنه في الدرجه الثالثه. هذا النظام انقرض تماما لدرجه ان السكه الحديد قفلت شباك التذاكر، وبدات تعتمد ان هي تحاول تطول اي حاجه وهو داخل. ما انا بخسر، ما انا ليه انا بيجي لي 1.6 مليار ايراد ومرتبات الموظفين عندي 3.1 مليار. 1.6 مليار. طبعا. وانت مرتبات فقط 3 بس لسه بقى الصيانه. انا باخد انا باخد من الدوله دعم مليار وبسحب على المكشوف نص مليار. عشان كده انا لغيت الميداليات على طول. لغيت ميداليات 50,000 ميدالية بيكلفونا نص مليار جنيه. الميداليات ده اللي هي تصريح، اللي هي تصريح مجانية كده. تصريح مجانية. انا بعز حضرتك وجاي، وحضرتك يعني زرتني، اديك ميدالية تركب ببلاش خالص. وسكة حقيقي بتخسر. الغيت كله فن. تصريح السفر المجانية. كله فن. عدا مرضى السرطان او المرضى يعني اللي عنده حالات مرضية طبعا دول على راسنا من فوق. وعدا اللي هو موظفين السكة الحديد اللي بيحتاج عملهم التنقل لصالح السكة الحديد. طبعا ده لازم، يعني انا عايزه يتحرك يعني. دول فقط طب اللي هم مصرح لهم. هتحددهم ازاي؟ لا معايا يا فندم بتصاريح، معاه شهادات طبيه جايه من المستشفى، واحنا كمان بنقابلهم حاليا. عملنا خدمه كراسي متحركه اللي محتاج كرسي في المحطات. بدانا بمحطه رمسيس والمحطات الاساسيه، واحده واحده بنزود يعني. وهيلاقي واحد لابس فيست مكتوب عليه اساعدك وكده يعني. واحنا بدانا نتعاون، مش منا مننا، ده يمكن ده يعني واجب يعني ان احنا نجهز ميكروباصات توصلهم المستشفى كمان طبقا لتسجيله بالمواعيد. طيب.